بمشاركة 5 محافظات احتضنت نينوى المؤتمر الوطني 3 في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بحضور نيابي وحكومي وأمني كبير لمناقشة مخاطر المخدرات والجرائم المرتبطة بها كغسيل الأموال والتهريب وغيرها من الجرائم التي بات نطاقها يتسع مؤخرا. إيجاد الحلول المناسبة والتوصيات القانونية اللازمة. وبحسب بيانات رسمية فإن نينوى تتذيل قائمة المحافظات في نسب انتشار المخدرات، وعلى الرغم من غياب الإحصائيات الرسمية وتكتم الجهات المعنية على أعداد التجار والمتعاطين والكميات المضبوطة، فإن البيانات المتداولة عن عمليات القبض والملاحقة تؤكد اتساع رقعة الخطر. نحتاج أولا أن تكون هناك توعية حقيقية من كل سواء الجامعات، سواء المساجد، سواء حتى رجال الدين، سواء المؤثرين في المجتمع، حتى يتم التنبيه لأن هذه الظاهرة هي لا تقل عن خطر الإرهاب. ضعف الجهود التوعوية والاحترازية وهشاشة القوانين الرادعة للتجار والمتعاطين مقارنة بسرعة انتشار المخدرات فاقم أزمتها وساهم في سرعة انتشارها في المدارس والجامعات بين فئتي الشباب والمراهقين. هذه الآفة الخطيرة التي دخلت إلى بيوتنا بدون استئذان وصلت إلى أبنائنا وبناتنا في طلاب المتوسطة والإعدادية والجامعات، خرجنا بتوصيات، سنرفع هذه التوصيات من قبل لجنتنا إلى السيد رئيس الوزراء للأخذ بها في الحد من هذه الظاهرة الخطيرة. إنشاء مديريات ومصحة وموقف خاص بتجار المخدرات في جميع المحافظات هدف تضعه الحكومة للسيطرة على ظاهرة انتشارها، لكنه ما زال بحاجة إلى تشريعات وقوانين أكثر ردعا لتقليص دائرتي الإتجار والتعاطي. من الموصل محمد سالم، يو تي في.